طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وهو توقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه بكره امام المريخ السوداني في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا ومستهل مشوار النادي الاهلي في المجموعه دي. خلينا نبتدي بسلمى عوض، واللي قالت تشكيلها او توقعها لتشكيل النادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، هاني وبدر وياسر وايمن، ايمن غايب مش هيكون موجود لو جاهز يعني ماشي، يكون وحيد موجود اوكي، سوليا وديانج، كهربا، افشا، اجاي، بواليا، وبالتوفيق ان شاء الله ماشي. احمد النجار قال الشناوي، هاني، بنون، سعد، ايمن، قلنا ايمن مش هيكون موجود، اكيد هيكون محمود وحيد حسب برضو رؤيه المدير الفني، سوليا، ديانج، افشا، كهربا، اجاي، بواليا. خلينا نشوف كمان توقعات من وليد الحناوي، واللي قال الشناوي وهاني وبنون وايمن اشرف او ياسر ابراهيم، وحيد او ايمن اشرف ماشي، ايمن خلاص مش هيبقى موجود، معنى اذا ان ايمن اشرف جاهز هيلعب ظهير ايسر وياسر اساسي، حمدي فتحي، السوليه، افشه، اجايه، كهربا، بوالي. ايمن يا جماعه خلاص مش موجود برضه عشان ناكد على الخبر ده، مش هيكون موجود مع الاهلي في قائمه المباراه بكره. محمد السيد قال اتوقع ان بيتسو قادر على جعل اي اسم انه يلعب في اي مركز ناقص، هكذا الاهلي ليس نادي اعذار بل نادي يلعب باي 11 راجل وهم كلهم رجال، ده حقيقي. خلينا نروح لمحمد عبد المنعم، واللي بيقول الشناوي، وحيد، ياسر، بنون، هاني، حمدي، ديانج، افشا، جاي، شريف، كهربا. وطه احمد قال الشناوي، ايمن، ياسر، بدر، هاني، السوليه، حمدي، افشا، طاهر، كهربا، وشريف. دي كانت بعض التوقعات لبعض من جماهير النادي الاهلي على صفحات قنوات الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام.